البطولة القارية التي يستضيفها بعد عام ونصف في آسيا 2019 بحول الله تعالى. لم يعول عليه كثيرا كصانع للألعاب محسن جوهر وموهبة عمان الموعودة بحول كرة، الكرة على طول تبعد من محمد فوزي. ألقاب كأس الخليج، كرة لعمر بحظ الكرة، مع عجب الكرة تتسدد في النهاية تذهب إلى خارج أرضية الملعب. ثابتة الآن يرسل كرة، الكرة تبعد مباشرة وتصل من جديد للاعبي المنتخب العماني بيحاول من خلالها محسن جوهر يرسل كرة سهلة في هذا المنتخب بالنسبة للأحمر. عبد العزيز المقبال وهو موجود في دكة البدلاء، أحمر على طول في الجانب الأيمن، محاولة قائمة والكرة خطيرة والكرة تمر سليمة، انطلاقة حلوة من جميل اليحمدي. عمر ينتظر، يحاول المراوغة، ينجح في الأولى، يرسل العرضية، الخروج من فايز الرشيدي. سالم إلى عموري، عموري يرسل كرة، أوهوهو علي صباح تطلق صافرة ووجود خطأ. 20 دقيقة أيها الأحبة في كل مكان، الكرة بتوصل، ركلة جزاء لمكفوت، ركلة جزاء إماراتية، البخت للإمارات الآن. الطليان الصغير، الطليان الجديد يقدم الإمارات للتقدم ويمنح الإمارات فرصة التقدم بالحصول على ركلة جزاء حطها عموري. العرقلة كانت موجودة وعن طريق اللاعب أمامكم الإسلامي هو خالد الهاجري، المهاجم يعرقل مهاجم، والآن مهاجم الإمارات يتقدم لتقديم الأبيض الإماراتي. خيول الخليج ينطلقون عن طريق هذا الفارس، إنه علي مبخوت. ضغط الإمارات يبدأ بالتقدم عن طريق الطليان الجديد، عن طريق الهداف المحمود، عن طريق سيد سادات منطقة الجزاء في الكرة الإماراتية. إنه علي مبخوت يتقدم الآن من على علامة الجزاء ويسجل أول أهداف اللقاء، هدف ببراعة، وضع الكرة في زاوية والحارس فايز الرشيدي في زاوية جعل فيها الإمارات حتى الآن منتخبا فايز في شباك فايز الرشيدي بهدف مقابل لا شيء، يسجل فيه علي مبخوت أول أهداف الإمارات في كأس خليجي 23. الإمارات التي عادة ما تعاني في المباراة الأولى. سليمة تصل كرة لعمر، عمر بيحط الكرة والثاني إماراتي، الثاني إماراتي، يا التي تقدم لها وسجلها. عموري يضعك في نفس المكان وكأنك تنفذ ركلة جزاء يا مبخوت. نفذ الكرة بطريقة ذكية في زاوية بعيدة على فايز الرشيدي. طرد فيها حسن مظفر لاعب عمان، عمان تحاول والكرة تبعد قبل ما توصل. إلى تجسيد ذلك بالتناغم، بالانسجام، باللياقة، بالكتلة الواحدة، الآن كرة توصل على طول ريات، وبالتالي هذا العرس، هذا الكرنفال، الله 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 على كرنفال. برغش بيحاول ويسدد والكرة في أحضان فايز الرشيد. عمان يحاول التعادل الآن، يحاول المحاولة تنتهي لمهند سالم. تدخل أجواء المباراة بالتحرك بأسلوب عمان المتعارف عليه، والعرضية الآن موجودة، وخالد عيسى يلمس الكرة لتذهب إلى ركلة زاوية عمانية، ركلة زاوية عمانية في آخر الشوط الأول أيها الأحبة. شوف الكرة اللي حولت وبلمسة على طول انتهى بخلالها الشوط الأول
تقدم إماراتي عن طريق علي مبخوت مقابل لا شيء لعمان. ركلة جزاء قدمت الأبيض الإماراتي في اليوم الأول الذي شهد فوز الأخضر على الكويت بهدفين مقابل هدف، وشهد الشوط الأول من لقاء الإمارات وعمان تقدم إماراتي لعلي مبخوت من علامة الجزاء على عمان الثاني والدقائق الأربع الماضية، وبالتالي الهاجري يتقدم للأمام لكن الكرة تصل إلى خالد عيسى. أن يعوض ذلك بالتسجيل، حاول في هذه اللقطة تقدم للأمام لكن كرة طالت وأقرب لها خالد آخر هو خالد عيسى حارس مرمى المنتخب. تنفيذ الخطأ، فرصة عمانية، هناك ترسل راسية لكنها تذهب إلى ركلة زاوية. مهند سالم القائد والليدر في مباراة عمان يرسل كرة الآن وبقبضة اليد خالد عيسى بعد الضغط العماني. الآن الكرة توصل إبراهيم رائد ينجح في المرور ويمرن كرة خطيرة، جوهر سدد محسن جوهر لكن دفاع الإمارات على طول للجهة اليمنى خطأ، لكن هذه الكرة اللي تحولت ووصلت إلى من يبدو لي جميل اليحمدي، خلينا إلى مبخوت الطلب للكرة، المرور الآن من خميس إسماعيل إلى عموري يحاول المرور ويحط الكرة تصطد وتروح محمد المسلمي إلى ركلة، والبحث بإرسال كرة عرضية من سعد سهيل، الكرة تصل خطيرة والتسديد وتصطد جول. لا راية قد رفعت على خالد الهاجري. كور وماجد حسن اللاعب الذي قدم بطولة كبيرة جدا في خليج البحرين. عامر تقدم في الشوط الأول، حافظ في الشوط الثاني، رامي يسلم يكسب خطأ حكم اللقاء لو أتاح الفرصة لكنه كان قد أعلن عن خطأ لمصلحة رامي يسلم ولمصلحة المنتخب الإماراتي. علي صباح الحكم العراقي ربما كان مطالب بأن يعطي استمرارية في اللعب لكن هذا التدخل كان على رامي يسلم، ومن الظهير سعد سهيل في هذه اللقطة منح الإمارات خطأ بهذه إماراتي في بطولة خليج في نهائي. الآن الكرة تصل هدف مقابل لا شيء، كرة البحث عن المقبالي، انطلاقة لجميل يحمدي والعرضية موجودة، ركلة زاوية لا نجحة، أوه هيا كرة تصطد وتعود أخيرا رامي يسلم. تتكلم عن منتخب لم يخسر في آخر سبع مباريات افتتاحية لكن أمام عموري الآن الكرة سددت. عمان في آخر محاولة، هل تدرك التعادل؟ القائد كده ركلة زاوية نجح مهندس سالم طيب البداية. الآن الكرة توصل وتبعد وإنقاذ موفق من خليفة مبارك. الآن الإمارات رفاق عموري أبناء الإيطالي الكبير ألبرتو زكيروني يقدمون للأبيض الإماراتي.